الحلقة 22 من تفسير جزء عامة، الحلقة الأولى من في سورة المطففين. من هو المطفف وما الفرق بين المطفف واللص؟ المطفف بياخد جزء، بيخل بجزء من حقوق الخلق متعمدا، أما اللص بياخد كل الحقوق متعمدا. ما صور التطفيف؟ الرجل دفع 5 جنيه لشراء كيلو دقيق جيد، فينقصه المطفف حقه بالطريقة التي: أولا يغش في السلعة، يخلط الدقيق بدقيق آخر رخيص يبقى كده نقصه حقه. ثانيا يغش في الوزن، يرمي الحاجة جامدة على كفة الميزان بحيث توزن أتقل. طيب تالت حاجة إنه ومن صورها خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حين استخلف سباع بن عرفطة إلى المدينة، فقدمتم فصليت الصبح وراء سباع فقرأ في الركعة الأولى كاف هاي عين صاد، وفي الثانية ويل المطففين. قال أبو هريرة فأقول في الصلاة ويل لأبي فلان له مكيالان، إذا اكتال بالوافي وإذا اكتال كال بالنقص. فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباعا فزودنا شيئا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افتتح خيبر، فكلم المسلمين فأشركونا في سهمانهم سهمانهم. ثالث حاجة الغش، الرابع حاجة الغش في التسعيرة، فيحتقر السلع عشان تغلو تبقى غالية، كده يبقى سرق الناس. آخر حاجة المرابين دول أكبر ناس حرامية، بيبيع جنس بجنسه وحصل تفاوت في الكيل أو الوزن. طب ما أشد أنواع التطفيف؟ تطفيف الحكام، انه بياخد من الرعية بلا كيل ولا وزن، وتطفيف من يقيس الاراضي لانه يطوقه الله في 7 اراضي. طيب نرجع للصورة بقى بتاعتنا، ده تعريف كده قبل ما نخش الصورة. طب ايه موضوعات صورة المطففين؟ صورة المطففين بتتكلم عن مرض وبتتكلم عن 4 ادوية ليه. ايه المرض؟ المرض المطفف اللي بياخد جزء من حاجات الناس متعمدة. طب ايه صوره؟ الذين اذا اكتالوا على الناس لما ياخد حقه من الناس يستوفون، ياخد حقه كامل، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. طيب كيف عالج الاسلام هذا المرض؟ يروح الشغل ياخد يومته كاملة لكن ساعة ما يؤدي اللي عليه ما يؤديش اللي عليه كامل. طيب كيف عاقب الانسان المطففين، الموظف المطفف والتاجر المطفف والصنايعي المطفف؟ اول حاجة العقوبة الاولى انه سيحاسب امام الله واسمه في كتاب الفجار في مكان يسمى سكين. تاني عقوبة ان يرى نفسه داخل النار، دي عقوبة في الحساب. عقوبة بقى جوه النار، يتعاقب جوه النار ب3 حاجات: بالحجب والحرق واللوم. العقوبة التالتة انه يرى المؤمنين الذين لا يطففون يحاسبون أمام الله حسابا يسيرا واسمهم في عليين، في كتاب الأبرار الموجود في عليين. العقوبة الرابعة يرى المؤمنين داخل الجنة مع 3 نعم مقابل 3 نقم. مقابل الحجب بينظرون لله وللمل ولمملكتهم، ومقابل الحرق بوجههم سعيد، ومقابل اللوم الضحك على المطففين. يبقى التاني محجوب وده بينظر لملكه وبينظر لوجه الله تعالى، التاني بيتحرق وده وجهه سعيد وبيعمل امرين، بيعمل امرين، وده بيتلام وده بيلوم، بيضحك على المطففين وبيلومهم. دول 4 عقوبات. نمسك اول عقوبة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ دي أول حاجة تعالج المطفف، أنه ينظر إلى أنه سيقف بين يدي الله تعالى وسوف يعاقبه الله تعالى على ما أخذ من حقوق الناس. كلا الأمر ليس كما يعتقدون من عدم البعث، إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار الذي فيه أسماءهم موجود في مكان يسمى سجين، وجميع أسمائهم في هذا الكتاب. طيب طب السجين ده فين؟ وما أدراك ما سجين؟ وما أعلمك ما سجين؟ تا
تعجب من شدة تحصين المكان وما علاقتها بما بعدها. هذه الجملة النهائية ملهاش علاقة اللي بعدها، يعني كتاب المرقوم مش هو سجين. لا تنتظر توضيح، فبعد ذلك تبدأ كلام جديد. طيب، واحد يقول طب انا عاوز ممكن اشيل اسمي من كتاب الفجار ده؟ نقول له ما تقدرش. ليه؟ لانه موجود في سجين. وما ادراك ما سجين؟ كتاب مكان محصن. طيب، ولو قدرت تخش سجين هتلاقي كتاب المرقوم، يبقى كتاب الفجار الموجود في سجين ده في خزنته مع خزنة هذا السجن كتاب لا يزاد فيه احد ولا ينقص فيه. ليه؟ لانه مرقوم. يعني ايه مرقوم؟ يعني مختوم ومترقم، ما تعرفش تشيل منه اسم ولا تحط منه فيه اسم. ده العقوبة الاولى من العقوبات. يبقى العقوبة الاولى ان يقف بين يدي الله تعالى واسمه في كتاب سجين. طب ايه اللي وصله؟ ايه الجريمة اللي عملها عشان يوصل لهذه العقوبة؟ ده استطراد كده، ده استطراد قبل ما نبدأ بعقوبته في الاخرة. ايه اللي دمره في الحساب التدمير ده؟ انه عمل تكذيبين، عمل كذب مرتين. اولا، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. دي اول عقوبة، يا نكذب بيوم القيامة. وما طب ايه اللي خليه يكذب بيوم القيامة؟ ايه السبب؟ وما يكذب به الا كل معتد اثيم، انه اعتدى على حقوق الناس فخد سيئات، وساب الصلوات وعمل المعاصي فخد سيئات. المعتدي في افعاله، والاثيم اللي بيعمل ذنوب لا تضر غيره. يعني واحد بيسيب الصلاة ده اثيم، لكن واحد بيسرق ده معتدي. الذنوب دي هي اللي خلته يكذب بيوم الدين. يبقى ما يقع التكذيب بيوم الدين الا من كل معتد في افعاله، من تعاطى الحرام والمجاوزة في تناول المباح، والاثيم في اقواله، فالذنوب سبب الكفر. وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير. ده التكذيب الثاني اللي خلاه يستحق. عندما يسمع آيات القرآن تهدده يقول أساطير الأولين، أي هذا كلام ليس من عند الله، بل هو أقاصيص مكذوبة ومخترعة أتى بها محمد من السابقين، كما قال تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل. طب إيه اللي وصلوا للتكذيب التاني ده برضو؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون. التاني بقى، الفلوس الحرام اللي خدها من الناس عملت ران على قلبه، حجبت قلبه عن الهداية. والقران ده اللي هو الصدق والوسخ والقار، ده العقوبة الأولى. العقوبة الثانية في النار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وده أكبر عقوبة يعاقب بها أهل النار، إنهم بيحجبوا عن الله تعالى. يبقى الحجب وبعدين الحرق، ثم إنهم لصالوا الجحيم، داخلين الجحيم بيتحرقوا، وبعد كده اللوم، ثم يقال هذا الذي كنتم به لتكذبون، يتلاموا ويقرعوا ويبخوا. العقوبة الثالثة للمطفف إن يرى المؤمنين يحاسبون وأسمائهم في الجنة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. كتاب الأبرار ده في حتة اسمها عليون. واحد يقول طب أنا عاوز أخش عليون وحط اسمي، ما تقدرش تخش عليون. وما أدراك ما عليون يعني مكان محصن مش ممكن توصل. كتاب في سجين ده في السماء، ده في الأرض السفلى، الأرض السبعة السفلى. وكتاب عليين ده موجود في السماء السابعة تحت حراسة مشددة. ولو حتى دخلت عليون الكتاب مرقوم، يعني مختوم ومترقم، لا تعرف تزود فيه ولا تنقص فيه. ويشهده المقربون، هذا الكتاب لا يحفظه إلا المقربون من الملائكة، يعني ما تعرفش تدفع رشوة حد. طيب العقوبة الرابعة دي ناخدها في الحلقة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم.